السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، إنما كنتم مرحبا بكم في قناة أنا جيت. مجرد ما صورت لكم الفيديو الأولاني إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، كما كتشوفوا ها هي السائق ديال الطوبيس شاد المكان ديالو، وكاين عندنا إخواني أخواتي كما كتشوفوا السيدة ما شدتش البلاصة ديالتها، وكان المشكل أنها دخلت لهاد الجهة الأخرى والطوبيس وقع، رغم أن كاين البلايك، رغم انه اخواني اخواتي كاينين البلايك اللي كيعلموا على ان كاين هنايا اشغال، بلاكه ديال 40 بلاكه ديال الاشغال والبلاكه ديال الانتباه الاشغال 40، ورغم ذلك ما كاينش احترام ديال قانون السير هنايا. خص ضروري يكون عندنا بوليس ضروري، زيد عليه عند اصحابكم باش تعلموا باش يدخلوا ليه. إذا إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك، وأنا مشيت.